بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، هو السميع العليم. هنتكلم النهاردة إن شاء الله في شابتر 4.8 عن الترانسيتيف كلوجر. كنا اتكلمنا عن الخصائص اللي فاتت، وشوفنا ازاي ان احنا ايه هو الكلوجر او الكونسيبت الخاص بالكلوجر. الكلوجر ان احنا هي ببساطة العلاقة تحتوي الريليشن بتاعتك، وتكون وتحقق الخاصية اللي انت هتحققها. فلما نتكلم في الترانسيتيف كلوجر، اذا احنا عاوزين نوصل لأقل علاقة تحقق تحتوي الار بتاعتنا اللي هي الريليشن بتاعتنا، وفي نفس الوقت تكون ايه، تكون ترانسيتيف. طيب ايه هو معنى الترانسيتيف؟ لو انتم مش فاكرين، قلنا ان احنا لو عندنا مثلا بوينت A تمام، و بوينت B و بوينت C، وعندنا ال A بتروح مثلا لل B وال B بتروح لل C، اذا احنا قلنا الترانسيتيف هيتحقق لما ال A ال A تروح لمين؟ تروح لل C. ده يعتبر ايه؟ تعتبر الترانسيتيف. طيب يبقى كده افتكرنا ايه الكونسيبت الخاص بالترانسيتيف. ترانسيتيف انت لو عندك اي نود بتروح لنود تانية تمام، يبقى ونود تانية بتروح لنود تالتة، اذا في حلقة وسيطة ما بين ال A ما بين ال C وما بين ال A، الا وهي مين؟ الا وهي ما بين ال C وال A، او ال A وال C هي ال B. اذا بعمل ايه؟ بعمل الترانسيتيف بتاعتي ان ال A تروح لمين؟ تروح لل C، او ال C ال A بتروح لل C باستخدام مين؟ باستخدام ال B. يبقى الرسمه دي بتاعتي بتحقق ترانسيتيف، او الرسمه دي ترانسيتيف. طيب خلينا نبص بقى، لو انا عندي مثلا رسمه بالشكل ده، زي مثلا عندنا نود 1 2 3 4 تمام، وعندنا مثلا الرسمه دي، هنقول مثلا ان الواحد بتروح الى الاثنين، وعندنا كمان الاثنين بترجع للواحد، عندنا الاثنين بتروح للثلاثه، وعندنا الثلاثه بتروح للاربعه، وعاوز احقق ترانسيتيف في الرسمه دي. طيب قال لك في اول في الامبيزك يعني ان احنا ممكن ان احنا نستخدم ميثود 1. ميثود 1 بتقول لك ان انت ايه، بمجرد النظر ممكن انت تحسب ايه، تحسب الترانسيتيف. طيب تعال نشوف هنحسبها ازاي بمجرد النظر. انا دلوقتي عندي سهم رايح لمين؟ سهم رايح للواحد تمام، رايح من الواحد للاثنين، وراجع في نفس الوقت من الاثنين ايه للواحد. يبقى انا دلوقتي عندي 1 2 2 1، يبقى اذا ايه الرسمه بتاعتي تنتهي بواحد واحد، لان احنا بناخد ايه، بناخد الايدجز بتاعنا. الايدج بيقول لك ان انت 1 2 2 1، الاثنين تروح مع الاثنين، يبقى انت باقي معاك كام؟ 1 1. يبقى اذا انت المفروض تكونكت دي بالشكل ده. يبقى ده اول ايه، اول تحقيق. طيب تعال نشوف السهم الثاني. عندنا مثلا لو بصينا على السهم ده، رايح برضو للاثنين، والاثنين رايحه للثلاثه، اذا المفروض يكون عندي كونكشن ما بين الواحد والايه والثلاثه. انا قلنا اهو 1 رايحه للاثنين، والاثنين رايحه للثلاثه، اذا المفروض يكون في كونكشن ما بين الايه، الواحد والثلاثه. يبقى هعمل ايه، كونكشن بالشكل ده. طيب بعدها عندك مثلا السهم ده، نيجي على الاثنين، عندنا الاثنين رايحه لكام؟ الاثنين رايحه للواحد، وفي نفس الوقت الواحد رايح للكام؟ للاثنين. يبقى عندي 2 2، المفروض يكون عندي كونكشن هنا له. طيب تعال نبص على السهم اللي بعده، مثلا عندنا الاثنين رايحه للثلاثه، والثلاثه رايحه لكام؟ رايحه للاربعه. يبقى المفروض يكون عندي كونكشن ما بين مين؟ ما بين الاثنين والاربعه. وبكده اكون انا حققت ايه، حققت الترانسيتيف. اذا الرسمه بتاعتي دلوقتي اصبحت ترانسيتيف، او الريليشن اصبحت ترانسيتيف. لو بصينا على اي ايدج او اي تو لاين، المفروض ان هم يكونكتوا ايه، اللاين التالت. يعني مثلا عندك الواحد زي ما قلنا، والاثنين، الاثنين بتروح للثلاثه، يبقى دلوقتي الاثنين مع الاثنين هيروح عندي الكام، الواحد الثلاثه موجوده. عندنا مثلا اللاين ده اللي هو الاثنين هتروح للواحد، والواحد هيروح للاثنين، اذا عندي 2 و2، وحققنا كل الايه، كل الاشكال بتاعتنا. وده بمجرد النظر، لكن طبعا ده مش هقدر ان انا اصمم الجوريزم يقول لي حلها بمجرد النظر. فاحنا عاوزين نصمم الجوريزم يقدر ان هو يحل الايه، الموضوع ده. قال لك دلوقتي عشان تحله، تعال نبص على ميثود 2. ميثود 2 قال لك ان انت هتبدا ترسم ايه، ترسم او تديني الريبريزنتيشن بتاع الادجيسنسي ماتريكس بتاعتك، تبدا تحطه بالشكل ده. هنبدا نقول لك مثلا ان الرسمه دي هتساوي 0 1، لان احنا عندنا طبعا الواحد رايحه للاثنين، اذا 1 و2 0، والواحد رايحه ل بعد كده عندنا مثلا 0 0، لان ما فيش حاجه رايحه تاني. بعد كده عندنا الواحد والاثنين والواحد، عندنا بعد كده 0 1 0، عندنا ثم 0 0 0 و1، وفي الاخر عندنا الاربعه مش عامله كونكشن باي حاجه، اذا دي هتنزل كلها كلها ايه، اصفار. دلوقتي بقى عاوزين نحسب ايه، عاوزين نحسب ال عاوزين نوصل للترانزيتيف ريبريزنتيشن. قال لك يبقى انت هتحسب حاجه اسمها ايه، هتحسب حاجه اسمها ام ار انفينيتي. ايه الام ار انفينيتي دي؟ الام ار انفينيتي هي ببساطه ان انت هتبدا تحسب ايه، هتضرب الام ار في نفسها عدد من المرات، وبعد كده تاخدهم اور، تضرب الام ار في نفسها، يعني تحسب الام ار تربيع، ثم الام ار تكعيب، ثم الام ار اس 4، وهكذا لحد ايه، لحد ان من المرات الان دي تمثل عدد الرو والكولم بتاعتك. طبعا هنا عندنا 4 في 4، اذا هنوقف بعد ايه، بعد 4 تريشن. هحسب الان 2 والان 3 والان 4، اللي هي ان تربيع وان تكعيب وان ايه، ان اس 4.
طيب او الام ار اس 4، تعال نشوف كده هنحسبها ازاي. صغر شوية. اول حاجة انا عاوز احسب ايه؟ عاوز احسب الام ار تربيع. طيب هنقول ان الام ار تربيع هتكون هنا، هنحسبها ازاي؟ بس دايما بنحط جنبها ايه؟ بنحط جنبها كده شكل دايرة. هنحسبها ازاي؟ طبعا هتساوي الام ار في الام ار، يبقى هننزل الام ار كده. احنا عاوزين طبعا نوصل لمين؟ نوصل للام ار انفينيتي، يبقى هننزل جنبها الام ار، ادي 0 1 0 0 ثم 1 0 0 0، عندنا هنا 0 0 0 1، وعندنا هنا 1 0 0 0. عاوزين نحسب بقى الام ار تربيع، قال لك هتضرب كل ام ار في ام ار ايه في نفسها. طيب هنحسبها ازاي؟ دي سهل حسابها، احنا عارفين نحسب التربيع ازاي. ان انت هتقول لي ايه؟ همسك صف في عمود، همسك الصف ده تمام مع اول عمود، وهبدأ ان انا اضرب عادي خالص مفيش اي مشكلة. طبعا عندي واحد واحد هيدينا كام؟ يبقى عندي في اول خلية واحد، لان انا عندي التاني والتاني فيهم واحد. انا عندي واحد والواحد اهم، ماوس راح فين؟ الماوس بيختفي، معلش بقى. فعندنا ايه؟ في واحد هنا وواحد هنا، فده يديني ايه؟ يديني واحد في الخانة الاولى، وهكذا هكمل بقى عملية المالتيبليكيشن بتاعتي. همسك نفس الصف اضربه في ايه؟ في تاني عمود، هيبدأ يظهر معايا طبعا ده زيرو لان مفيش وحايد. بعد كده في رابع عمود عندنا هيبقى واحد، تالت عمود قصدي رابع عمود هيبقى برضو، لا عندنا تالت عمود بواحد، رابع عمود بايه؟ بزيرو. بعد كده هنكمل بقى، يبقى هنا هنمسك تاني صف ماشي، نبدأ نضربه في اول صف في اول عمود، نفس القصة هيدينا كام؟ هيدينا زيرو، يدينا واحد ثم زيرو ثم ايه؟ واحد. بعدها هنمسك تالت صف نضربه في القيم، عندنا يدينا كام؟ كل ده طبعا اصفار، والاخير ده كله صفار، فلما اضربه في الماتريكس هيديني كله ايه؟ كله صفار. يبقى انا كده وصلت لايه؟ وصلت للام ار تربيع شفافي. يبقى دي الام ار تربيع اهي، نمسح دي اسف، عندنا دي خلاص دي مش الام ار تربيع. انا هنا عاوز اوصل للام ار انفينيتي، فهنحسب منها. ادي اول حاجه حسبت الام ار تربيع اهي تمام، اللي هي القيمة دي. طب دلوقتي عاوزين نحسب بقى الـ MR أس 4 تمام، الـ MR أس 3 قصدي، اللي هي MR تكعيب. يبقى الـ MR تكعيب هتساوي مين؟ هتساوي بقى إن أنا أضرب الماتريكس بتاعتي دي ماشي، اللي هي الـ MR في مين؟ في الـ MR تربيع، صح ولا إيه؟ تمام، يبقى هضرب القيمة دي الماتريكس دي في الماتريكس دي تمام. يبقى بص معايا كده، هبدأ أضرب الـ A الصف ده في اول ايه؟ اول عمود ده، وهكذا الصف ده نفسه في تاني عمود، عشان اوصل لمين؟ اوصل للام تكعيب. طيب تعال نشوف هنحسبها ازاي. هتساوي انا عندي اول صف اول عمود المفروض هيديني ايه؟ هيدينا صفر تمام، بعدها هيدينا واحد، صفر واحد، عندنا واحد، لان انا همسك تاني صف تمام اضربه في ايه؟ نفس القصة في أول عمود. طبعا الموضوع سهل، بس احنا يعني ايه بنعيد، لكن هو الموضوع سهل، انت بمجرد النظر هتقدر ان انت تحسبها. يبقى عندك زيرو واحد زيرو، ثم عندك زيرو 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 زيرو، بعد كده زيرو 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 زيرو. دي مين طبعا؟ دي قلنا ان هي الام ار تكعيب. طيب عاوز احسب الام ايه؟ الام ار اس 4، لان احنا قلنا ان احنا عندنا الان بكام؟ الان بتاعتنا باربعة، ان احنا عندنا اربعة اربعة ماتريكس اربعة في اربعة. اذا دلوقتي هنحسب لحد الام ار ايه؟ اربعة. طيب تعال نشوف الام ار اربعة تساوي ايه. يبقى الام ار اربعة اهي هتساوي كام؟ المفروض ان هي هتساوي الام ار في مين؟ في الام ار تربيع، الام ار تكعيب انا اسف. طيب هتساوي كام بقى؟ تعالى نضرب كده ال MR بتاعتنا اللي فوق برضو في ال MR تكعيب دي، يبقى هتساوي كام؟ هنقول لك هتساوي المفروض هتنزل معايا واحد زيرو واحد زيرو زيرو واحد زيرو واحد، ثم زيرو 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 زيرو، في الآخر زيرو 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 زيرو. حسبناها ازاي دي؟ ركز معايا كده، انت عندك ايه؟ عندك ال MR اهي تمام، وعندك ال ام ار ايه؟ ال ام ار تكعيب. انت عاوز توصل ال ام ار اس 4، يبقى هتضرب ال ام ار تكعيب في ال ام ار تمام، هتديك ال ام ار ايه؟ اس 4. يبقى احنا دلوقتي فين بقى الترانزيتيف كلوجر بتاعنا؟ شوف انت اول حاجه اخدت ال ام ار، حسبت منها ال ام ار تربيع،
ان انت ضربتها في نفسها، ثم حسبت الام ار تكعيب، ضربت الام تربيع في الام في الام ار نفسها، ثم حسبت الام ار ناقص 4، ان انت حسبت ضربت الام ار تكعيب في الام ار. طيب دلوقتي فين بقى زي ما بقول لك الترانزيتيف كلوجر بتاعي؟ قال لك بص، انت خلينا نبص على بعض الملاحظات الاول قبل ما نقول فين الترانزيتيف كلوجر. لو بصيت كده على الفاليو بتاعتك هتلاقي ان ماتريكس مدام ان الان بتاعتك ايفن، الرقم بتاعك ايفن، دايما هتلاقي القيمه بتاعتك كام؟ القيمه بتاعتك اللي هي ام ار تربيع بتساوي الام ار اس ايه؟ الام ار اس 4. الام ار تربيع هتساوي الام ار ايه؟ اس 4. تعال نبص كده، ادي عندنا 1 0 1 0، هتلاقي 1 0 1 ايه 0، عندك 0 1 0 1 هتلاقي 0 1 0 1، 4 اصفار 4 اصفار هتلاقي 4 اصفار 4 ايه اصفار. يبقى احنا دلوقتي اثبتنا ايه؟ ان احنا عندنا دايما لما يكون الان بتاعتنا ايفن هيكون الام ار تربيع بتساوي الام ار اس ايه؟ ام ار اس 4. يبقى انا دلوقتي لو حسبت هقول لك النظريه دي هنستخدمها في ايه؟ هنستخدمها كمان شويه ان انا مش هحسب الام ار اس 4، بس خلينا دلوقتي نقول ان احنا عندنا الام ار تربيع بتساوي الام ار اس ايه؟ اس 4. طيب تعال نبص على حاجه تانية، ان انت لما هيكون عندك الام ار او الار الان بتاعتك هنا عدد فردي، تمام، زي مثلا 3 زي 7 زي 5 او ما شابه، هتلاقي عندك ان ايه، ان دايما الام ان اللي هي ام مثلا 5، احنا دلوقتي بما ان احنا عندنا 4 اذا الام ان بتاعتنا اللي هي الام ام ار اس 4، تمام. فاحنا قلنا ان الام ار اس 4 بتساوي الام ايه؟ الام ار تربيع. دايما بقى لما هيكون عندك الام ار بتاعتك، قصدي الان بتاعتك فرديه، عدد فردي مثلا 5 اللي هي 5 في 5، هتلاقي ان ايه، ان الام ار اس 3 بتساوي ايه؟ الام ان او الام ار اس ان، تمام، اللي هي مثلا لو انت عندك 5 في 5 اذا هتلاقي الام ار اس 3 بتساوي الام ار اس ايه؟ اس 5. طب انا بقول الكلام ده ليه؟ بقول الكلام ده لا عشان هقول لك ان احنا مش هنحتاج ان احنا نحسب الخطوه الثالثه، وهنحسب بس الام ار. لو انت عندك اس 4 هتحسب الام ار تربيع والام ار ايه تكعيب بس، تمام. يبقى انت اصبح دلوقتي معاك الام ار والام ار تربيع والام ار تكعيب، او دايما هتحسب لحد الام ار اس ان ناقص 1. طيب وبعد ما حسبتهم هعمل ايه؟ فين برضو ترانزيتيف كلوجر؟ استنى بس عليا كده هقول لك فين الترانزيتيف كلوجر. هنيجي كده، انا دلوقتي حسبت ليه؟ حسبت القيم بتاعتي، عاوز احسب الترانزيتيف كلوجر اللي هي ام ار انفينيتي. قلت له ماشي يا سيدي. هقول لك بقى القانون بتاعي بيقول ان عندك الام ار انفينيتي اللي هي الترانزيتيف كلوجر بتاعي هتساوي كام؟ قال لك هتساوي، هتمسك الام ار تعملها اسف الام ار هتعمل لها اور مع مين؟ مع الماتريكس اللي اسمها ام ار اس 2، واور مع الام ار اس كام؟ اس 3. ليه بقى هوقف عند دي؟ لان انا اوريدي عندي لو اخدت كمان معايا الاور بتاعت الام ار، الام ار اسف هنا اس 4، هتلاقي ايه؟ هتلاقي عندك ان اصلا الام ار اس 4 هي بتساوي كام؟ الام ار اس 4 بتساوي مين؟ بتساوي الام ار اس 2، وعندي واحد اور واحد دايما بتساوي ايه؟ بتساوي واحد. اذا انا هاخد واحده من الاثنين، فمش هحسب مين؟ مش هحسب الام ار اس 4، عشان كده هحسب مين؟ هحسب الام ار بس، والام ار تربيع والام ار ايه تكعيب، هبدا ان انا اخدهم اور. طيب فين اثبت لي ان هم بيساووا برضه ترانزيتيف كلوجر؟ هقول لك مفيش مشكله، تعالى نحسب كده، تمام. الريزلت بتاعنا هيساوي ايه لما ناخد كده شباب القيم بتاعتنا اور مع بعضها، اللي هو الام ار مع الام ار تربيع مع الام ار اس 3، دي هنحسبها هنا، هنقول بتساوي كام؟ خد القيم بتاعتك اور، ادي عندك ايه، بص عندنا هنا في الاول 0 تمام، اور 1 يبقى يديني كام؟ يديني 1 في اول خانة. بعد كده عندك هتمسك دي 0 اور 0 اور ايه اور 1، في 1 هنا يبقى ينزل معايا 1. بعدها هتمسك الماتريكس التانية نفس القصة، ادي 0 اور 1 يبقى ينزل معايا 1. بعد كده عندك الرابع 0 اور 0 اور 1 يبقى ينزل معايا 1، يبقى اول ايه صف نزل 4 وحاجة. تعال نشوف الصف اللي بعده، ادي 1 اور كام؟ اور 0 يبقى ينزل معايا ايه؟ 1 على طول. بعدها مش مضطر ان انا اكمل التالتة يا شباب لان انا خلاص وصلت لواحد في اور، ان احنا قلنا مدام اي واحدة فيهم تدي 1 في الاور يبقى ايه؟ يبقى 1. فنفس القصة هنا 0 وهنا 1 يبقى خلاص ايه؟ 1. بعد كده عندي الواحد في اول صف خلاص يبقى ينزل ايه؟ الواحد. بعد كده عندنا 0 وهنا في 1 يبقى ينزل ايه؟ ينزل 1، مش محتاج ابص للام ار تكعيب. بعد كده عندنا نبص على التالت، ادي 0 0 يبقى بص على التالت اداني كام هنا؟ برضو 0 يبقى ينزل 0. اللي بعده نفس القصة 0 0 0 ينزل كام؟ ينزل 0. اللي بعدها 0 0 0 ينزل كام؟ ينزل 0. في الاخير هلاقي 1،
وفي الاربع اصفار اللي تحت دول هينزلوا ايه، لان هما في كل الحالات اربع اصفار. يبقى اذا الام ار انفينيتي بتاعتي، الام ار انفينيتي، اسف دايما بكتب الار الاول، الام ار انفينيتي بتاعتي هي دي مين؟ هي دي الماتريكس بتاعتي اللي انا ايه الترانسيتيف كلوجر بتاعي الريبريزنتيشن بتاعها في شكل ماتريكس هو ده. وفعلا لو جينا نبص على الرسمه بتاعتنا اللي احنا طلعناها هنا على الشمال هنلاقيها بالشكل ده. ليه؟ تعال نبص كده، مش عارف كده هيظهر معاكم في الفيديو ولا لا، بس هي واضحه معايا اهي. لو بصينا كده شباب، عندنا في الاول هنا عندنا مثلا الواحد فيها واحد وواحد، ادي عندنا واحد وواحد اهي تمام، وعندنا مثلا الواحد والاثنين، عندنا الواحد والاثنين، عندنا الواحد والتلاتة، عندنا الايه الواحد والتلاتة، عندنا الواحد والاربعة. احنا هنا بس كانت ناقصة الايه الواحد والاربعة. ليه يا شباب؟ لان احنا لما زودنا هنا الواحد واتنين تمام، شوف هنا كانت الرسمة بتاعتنا لما رسمناها بمجرد النظر كانت ناقصة ايه، ناقصة سهم. ليه ناقصة سهم؟ لان احنا لو بصينا هنا عندنا الواحد بتروح للاتنين، والاتنين احنا زودنا السهم بيروح لكام؟ بيروح للاربعة. اذا المفروض يكون في سهم بيروح لمين؟ بيروح من الاربعة للواحد، قصدي من كام؟ من واحد لأربعة. ليه؟ لأن أنت عندك واحد اتنين اتنين أربعة، تروح لاتنين مع اتنين يبقى معاك كام؟ واحد وأربعة. يبقى احنا المفروض كان عندنا سهم هنا يا شباب بيروح من كام؟ من الواحد لأربعة. أدي أثبتته إيه الحل بتاعنا لما جينا نحله. تعالى كده يبقى عندنا كام؟ عندنا المفروض هنا من واحد لأربعة في سهم كمان هنا أهو تمام. تعالى نبص بقى على اللي بعدها. اللي بعدها بيقول لك إيه؟ بيقول لك عندنا مثلا الاتنين وكل الناس، أدي الاتنين والواحد تمام، الاثنين والاثنين موجودة، الاثنين والثلاثة موجودة، الاثنين والأربعة موجودة، إذا دي صحيحة. تعال نبص على اللي بعدها، عندنا ثلاث أصفار، يعني عندنا الثلاثة مش متصلة بحاجة غير مين؟ غير الأربعة، فعلا مش متصلة بحاجة غير الأربعة. عندنا بعدها الأربعة مش متصلة بأي حاجة، فعلا الأربعة مش إيه، مش رايحة لأي حاجة. إذا فعلا حققنا إيه؟ حققنا النظرية بتاعتنا وأثبتنا إن دي ترانسيتيف كلوجر، وهي الآر اللي تحتوي، أو هي دي الريليشن اللي تحتوي الآر وفي نفس الوقت تكون إيه؟ تكون ترانسيتيف، أو أقل علاقة تحتوي الآر تكون ترانسيتيف. وقدرنا كمان نثبت ان احنا بمجرد النظر ممكن نخطأ، لكن النظرية بتاعتنا دايما ايه مش هتخطئ. هنشوف مع بعض ان شاء الله في الفيديو الجاي حاجة اسمها واشن الجوريزم، وازاي ان احنا نقدر نحسب العملية دي برضو بايه بطريقة اسهل من كده. اتمنى الشرح يكون واضح. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.